أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أبنائي وإخواني، نبدأ المحاضرة الثانية اليوم بعنوان مفهوم السلوك التنظيمي. يعني احنا بإذن الله تعالى في هذه المحاضرة كما اتفقنا في المحاضرة السابقة، في كل محاضرة بإذن الله تعالى في المقدمة تجد عندك سلايد، الصفحة الأولى مكتوب فيها المحاور الأساسية لهذه المحاضرة كما اتفقنا. أنا المفروض قبل ما ندخل في أي محاضرة نقرأ كويس أول محاور الأساسية بتاعتها، النقاط الأساسية، الموضوعات اللي سنتكلم فيها المحاضرة هي إيه؟ هذه المحاضرة الثانية فيها أربع محاور أساسية بنتكلم فيها إن شاء الله في محاضرة اليوم. أول محور، أول نقطة، تعريف السلوك التنظيمي. وزي ما اتفقنا وقلت لكم قبل كده في المحاضرة التمهيدية، المحاضرة الأولى، إن إحنا أي مصطلح في العلوم الاجتماعية بصفة عامة، ليس هناك تعريف واحد لأي مصطلح في العلوم الاجتماعية، تتعدد التعريفات وتختلف بحيث وجهات النظر المختلفة، كل واحد بينظر إلى هذا المفهوم من زاوية معينة، عشان كده تتعدد التعريفات. وإحنا عارفين العلوم الاجتماعية علوم معقدة إلى حد كبير وتداخلة بعضها البعض، عشان كده زي ما هنعرف في نهاية هذه المحاضرة المحور الرابع والأخير، العلاقة بين السلوك التنظيمي وغيره بالعلوم السلوكية الأخرى زي علم النفس، علم الاجتماع، علم الاقتصاد، علم الانثروبولوجي، علم السياسة، لأنه بالفعل كل هذه العلوم تتأثر بالسلوك التنظيمي. إذن احنا إن شاء الله نتوقف عند تعريف أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر، بس في النهاية لابد يكون عند كل واحد فينا وكل واحدة تعريف محدد للسلوك التنظيمي، وهذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، العوامل المتفاعلة في السلوك التنظيمي. عندي نوعين من العوامل، خلي بال حضرتك، أنا عاوزك تعرف العوامل الداخلية، العوامل النفسية اللي تؤثر على السلوك التنظيمي، والعوامل الخارجية الاجتماعية التي تأتي من البيئة ولا تأثيرها أيضا على السلوك التنظيمي. خلي بالك أنا عندي نوعين من العوامل المؤثرة في السلوك التنظيمي، داخلية اللي هي النفسية وخارجية اللي هي الاجتماعية. هنعرف كل هذه العوامل بشيء من التفصيل، نتوقف عند كل نقطة فيها. المحور الثالث، الجوانب النظرية في السلوك التنظيمي. يعني نشوف النظريات التي تناولت السلوك التنظيمي من قريب أو بعيد، وكان لها دور كبير في تفسير السلوك التنظيمي وأثر الاهتمام بالجانب الإنساني في تحفيز الأفراد وزيادة قدراتهم وإمكانياتهم وإنتاجهم. هناخد النظرية السلوكية، ثم نظرية الرشد، ثم نظرية التحليل النفسي، ثم نظرية جيشتال، ثم نظرية السلوك الغريزي والإبداعي، ونختتم هذه المحاضرة بإذن الله تعالى بالمحور الرابع والأخير، والذي يحدد علاقة السلوك التنظيمي بغيره من العلوم السلوكية الأخرى وأهمها علم النفس. واحد يقول لي علم النفس له علاقة بالسلوك التنظيمي؟ يقول له نعم. وعلم النفس بتحدث عن إيه؟ عن الحب، عن الكره، عن إنكار الذات. واحد يقول لي ده علاقة ده إيه بالسلوك التنظيمي؟ أنا أذكركم بس بحاجة قلتها في المحاضرة الماضية، ده أنا قلت لكم إكسير الحياة، إكسير التقدم في الإدارة اليابانية اللي قال بها ويليام أوشي كانت ثلاث كلمات: الثقة، المودة والمحبة والمهارة. إيه دي؟ بعلم النفس. إزاي نحن نبقى متحابين؟ ازاي نقدر نتعاون ويبقاش لا قدر الله في كره؟ ازاي نقبل الاخر؟
الذي قد يكون مختلف من حيث الديانة أو العقيدة أو لا قدر الله القيم، العادات، الثقافات. إذن ده كله ينعكس على السلوك التنظيمي وأثره الواضح على المنظمات بعد ذلك. ثم عندك علم النفس الاجتماعي. نتيجة التزاوج بين علم النفس وعلم الاجتماع ظهر عندنا علم جديد أهو اسمه علم النفس الاجتماعي. إذا كان علم النفس يركز على الحب والكره والحب للآخر إلى آخره، فعلم الاجتماع يبحث في الجماعات وأثرها زي ما شفنا، وأي منظمة فيها جماعات رسمية وغير رسمية، فيها التعاون، فيها قيم جديدة كتيرة جابها لنا علم الاجتماع استفاد منها السلوك التنظيمي. أيضا عندنا علم آخر وهو علم الأنثروبولوجيا. الأنثروبولوجيا ده سميه علم الإنسان، العلم الذي يبحث في التطور الإنساني على مر التاريخ. في نقطة مهمة جدا، لماذا تقدمت بعض المجتمعات وتخلف البعض الآخر؟ ليه المنظمات والاختراعات موجودة في بعض الدول وللأسف في الدول الأخرى إلى حد كبير؟ نتيجة هذا العلم الذي يبحث في أثر التقدم والتخلف وانعكاساتها على كثير من المجتمعات. أيضا له أثر، هذا العلم له أثر وانعكاس على السلوك التنظيمي، ونعرف هذا الكلام بشيء من التفصيل في حين. يأتي بعد ذلك علم السياسة. هو اهتمامات علم السياسة إيه؟ إيه علاقتها بالمنظمات؟ هو مين اللي أحيانا يعمل عدالة في التوزيع؟ مين اللي بيتخذ قرارات؟ من اللي حدد القيم التي يمكن ان تكون موجوده في المجتمع؟ هي السياسه. وده كله ينعكس على الافراد ولا لا؟ وبدوره ينعكس على مدى ربحيه وانتاجيه المنظمات والمجتمعات بتاعتها. اذا هناك علاقه ولا لا؟ لا يستطيع احد ان ينكر هذه العلاقه الموجوده بين السلوك التنظيمي وغيره من العلوم الاجتماعيه والسلوك. أول نقطة عندنا، تعالوا بقى نشوف هذه المحاور الأربعة، وده محور المحاضرة بتاعتنا اليوم. أول محور عندنا تعريف السلوك التنظيمي. نقطة أهي قبل التطرق إلى مفهوم السلوك التنظيمي، يقدر بنا أن نعرف أولاً السلوك الإنساني بصفة عامة. هو كل ما يصدر عن الفرد من استجابة حركية أو ذهنية أو باطنية للمثيرات التي يتعرض لها. أي إنسان في أي مجتمع وفي أي زمان وفي أي مكان، الاستجابة اللي بتصدر منه سواء كانت حركية أو ذهنية أو باطنية لأي مثيرة تعرض ليه، ده اسمه سلوك إنساني بصفة عامة. إذن السلوك الإنساني هو ردود فعل الإنسان للمثيرات التي تصادفه بشكل عام وفي أي زمان وفي أي مكان، ده بنسميه السلوك الإنساني بصفة عامة. لكن خلي بال حضرتك، لكن احنا هنا عاوزين نعرف السلوك التنظيمي على وجه التحديد. واذا ما صادفت هذه المثيرات الفرد في العمل، في المنظمه، في الشركه، في المؤسسه، في الهيئه او التنظيم الذي يعمل فيه، سمي سلوكه الصادر عنه كاستجابه لهذه المثيرات بالسلوك التنظيمي. يبقى تصرف الفرد ورد فعله في العمل المنظمة بتاعته في الشركة بتاعته، ده هو المقصود به السلوك التنظيمي. إذا إخواني وإخواتي لابد نفرق بين، ممكن أجي أقول لك أنا بالصح والخطأ، خلي بالكم مرة تاني، نحن بنقول أسئلة كتير يا ريت نسجلها ونكتبها. هناك من يرى بعدم وجود فرق بين السلوك الإنساني والسلوك التنظيمي، العبارة خطأ. السلوك الإنساني هو رد فعل الإنسان للمثيرات اللي تعرض لها في حياته خارج المنظمة في أي مكان وفي أي زمان. أما السلوك التنظيمي هو رد فعل الفرد في العمل أو في المنظمة أو في الشركة أو في المؤسسة، استجابته هنا بتسمى هو سلوك تنظيمي، وهذه نقطة في غاية الأهمية. النقطة التالية، إن هذه المثيرات قد تكون على سبيل المثال اللي يثيرك عشان عاوز رد فعل، قد يكون أقوال أو أفعال أو سياسات أو قرارات أو ضغوط أو علاقات. إذن تتعدد المثيرات التي يتعرض لها الفرد في المنظمة،
وكلها قد تصدر عن فرد، قد تكون من شخص آخر، أو مجموعة أو مجموعات أخرى، أو التنظيم نفسه ككل. وأي واحد فينا في المنظمة بتاعته، الشركة والمؤسسة، قد يتعرض لمثيرات، أقوال، أفعال، سياسات، قرارات، ضغوط، علاقات، وقد تكون هذه المثيرات صادرة عن شخص واحد أو مجموعة وعدة مجموعات أو عن التنظيم نفسه، كما أنها تؤدي إلى استجابات مختلفة. طبعا هذه المثيرات لابد أن تكون لها استجابات مختلفة تتنوع باختلاف التكوين النفسي والجسدي والمكونات والعناصر الأخرى للفرد. دي حقيقة، كلنا في العمل أو في الأسرة أو خارج العمل أو في السلوك الإنساني بصفة عامة نتعرض للعديد من المثيرات كل يوم كل ساعة، بس هل الاستجابات واحدة؟ أنا ممكن أحط لك هنا عبارة صح أو غلط. أقول لك على سبيل المثال أن استجابات الأفراد للمثيرات التي يتعرضون لها في العمل أو خارجه واحدة. العبارة خطأ، الاستجابات مختلفة. أنت وأنا بنتعرض للقرارات والضغوط والأقوال والأفعال، بس كل واحد فينا بيستجيب لها بشكل مختلف. وده يرجع لإيه بقى؟ اختلاف التكوين النفسي والجسدي، وأيضا خبرة الإنسان نفسه، ثقافة، القدرة على التحمل، الطبيعة الشخصية، صح ولا لأ؟ ووفقا لما سبق نعرف السلوك التنظيمي بأنه كل ما يصدر عن الفرد من ردود أفعال للمثيرات التي تحدث له في محيط العمل. وده أبسط تعريف أجده بالنسبة للسلوك التنظيمي. لكن ما يمنعش إن إحنا بنقول هناك أكثر من تعريف للسلوك التنظيمي. بعد كده عندنا سيزلافي وولس أحد العلماء يعرفان السلوك التنظيمي بشكل مختلف من زاوية مختلفة. بيقولوا إيه بقى؟ هو الاهتمام بدراسة سلوك العاملين. أول حاجة السلوك التنظيمي سلوك behavior ينصب على سلوك الأفراد بالوحدات التنظيمية، يعني الشركات، المؤسسات، الهيئات، كل إلى آخره. يبقى السلوك العاملين واتجاهاتهم، ده احنا عندنا فصل كامل نتحدث على الاتجاهات، وميولهم وأدائهم وإدراكهم. يبقى إذن هنا السلوك التنظيمي أولى اهتماماته يهتم بسلوك العاملين في المنظمات، ثم اتجاهاتهم وميولهم وأدائهم. فالمنظمات والجماعات الرسمية تؤثر في إدراكات العاملين ومشاعرهم وتحركاتهم، كما تؤثر البيئة في المنظمات البشرية وعلى أهدافها. الكلام ده في غاية الأهمية. يعني عاوز أقول لك هنا سلافي وولس بيقول لك إيه؟ سلافي وولس بيقولوا إن السلوك التنظيمي هو الاهتمام بدراسة سلوك الأفراد العاملين في المنظمات المختلفة، اتجاهاتهم، ميولهم، أدائهم، وتأثير الجماعات أيضاً سواء الرسمية أو غير الرسمية كمان، مشاعرهم، تحركاتهم، البيئة المحيطة، المناخ، ثم أهداف المنظمة كلها تتأثر بمثل هذه الأشياء المحيطة بالعمل. هذا هو تعريف آخر أيضاً للسلوك التنظيمي. إذا زي ما قلت لحضراتكم كل يعرف السلوك التنظيمي من زاوية مختلفة. هناك أيضا تعريف آخر للسلوك التنظيمي كعلم من العلوم الإنسانية الاجتماعية. احنا قلنا الكلام ده إن السلوك التنظيمي هو أحد العلوم الاجتماعية الإنسانية التي ينصب باهتمامها على سلوك الإنسان في المنظمات بالتحديد في العمل. وعلى ذلك فهو حقل، التعريف ده بيتأكد أن السلوك التنظيمي هو ذلك الحقل الذي يهتم بدراسة سلوك واتجاهات وآراء العاملين، وسلوك الأفراد، اتجاهاتهم، آراءهم، فين أثناء وجودهم بالمنظمات. النقطة الثانية من هذا التعريف تأثير التنظيمات أو الجماعات الرسمية وغير الرسمية على إدراك ومشاعر وأداء العاملين، لأنه زي ما قلت لحضراتكم
ما نقدرش في أي تنظيم عندي نلغي بأي حال من الأحوال الجماعات الرسمية وغير الرسمية والتأثيرات أيضا التي تنتج عن هذه الجماعات. كمان قلت لكم نقطة مهمة جدا، لو أنا جيت قلت لك في الصح والخطأ، المدير الناجح يستطيع أن يلغي التنظيمات أو الجماعات غير الرسمية في المنظمة أو في الإدارة بتاعته؟ الإجابة صح ولا خطأ؟ أقول لك الإجابة خطأ، لأن الإنسان كائن اجتماعي بطبعه، لابد أن يحدث تفاعل خارج الإطار الرسمي زي ما قلت لحضراتكم. بس المدير الناجح أو الإدارة الناجحة تستطيع أن توظف هذه التفاعلات وهذه العلاقات غير الرسمية وهذه الجماعات غير الرسمية كدعم وسبورت للتنظيمات الرسمية، بما يؤثر على أداء ومشاعر وإدراك العاملين. كما أيضا أن هذا التعريف يتناول أيضا تأثير البيئة على المنظمة. أنا قلت لكم في المحاضرة في المقدمة أفضل أنواع المنظمات التي تؤثر في البيئة وتتأثر بها. ما فيش منظمة تقدر تنفصل البيئة بتاعتها. احنا عندنا حتى عبارة بنقولها، الإنسان فينا أثير البيئة. أثير البيئة يعني إيه؟ إن هو يتأثر بالبيئة إلى أبعد الحدود، بالقيم، بالعادات، بالثقافات، وطبعا ده شيء طبيعي، شيء وارد. ما بالك بالمنظمة، أفضل أنواع المنظمات تتأثر بيها وتتأثر بيها. قلت لحضراتكم المنظمات أو الإدارة الناجحة لا تعمل في برج عاجي. في برج عاجي يعني بعيد عن الواقع. البرج العاجي زي ما قلنا يعني منفصل عن الواقع، زي ما قلت لكم في المحاضرة الماضية. لا، ده أنا عاوز المنظمة يكون لها ارتباط بالواقع، تؤثر بالبيئة المحيطة اللي تؤثر بيها. عشان كده المنظمات لها دور. قلت لحضراتكم أيضا تشبيه في المحاضرة الماضية، الإدارة هي القاطرة التي تقود التنمية الحقيقية في المجتمع، تقود التقدم، تقود الرقي. المجتمعات البشرية محتاجة لهذه الإدارة بما فيها أيضا من ضمنها سلوك التنظيم. أخيرا، تأثير العاملين على التنظيم وكفاءته. يبقى خلي بالك هنا، سلوك التنظيم حقل يتم بسلوك واتجاهات وآراء العاملين. تأثير الجماعات الرسمية وغير الرسمية على إدراك ومشاعر وآراء العاملين، تأثير البيئة على المنظمة وقواها البشرية وأهدافها، وأخيرا تأثير العاملين على التنظيم وكفاءته. ده التعريف الشامل للسلوك التنظيمي كعلم من العلوم الإنسانية. هذه أيضا كلها إخواني تعريفات. إذا خلاصة الأمور، أنا بقى عاوز تعريف لنفسي. لو جالك تعريف، هل تتفق مع هذا التعريف أو لا؟ السلوك التنظيمي هو علم. طبعا هو علم. واحد يقول لي ده السلوك التنظيمي لسه حديث ودرس في العصر الحديث ولا يعتبر من العلوم الاجتماعية القديمة، أقول له لا. السلوك التنظيمي اي مقرر علمي نقدر عليه اصبح علم اذا كانت له نظرياته، له اصوله، يدرس في العديد من الكليات والمعاهد، اذا متطلب اساسي للحصول على اي درجه علميه، اذا هو علم. هو علم يميل الى معالجه مواضيع لها علاقه بالعمل. خلي بالك، هذا هو التعريف الاخير للسلوك التنظيمي، هو علم يعالج مواضيع لها علاقه بالعمل. خلي بالك، بالوظيفة، بالعاملين، مكونات التنظيم استراكشر يعني البناء، الإنتاجية برودكتيفيتي، الكفاءة افيسينتي، البيئة الداخلية والخارجية للتنظيم انترنال اكسترنال للتنظيم، السياسات، الاتجاهات، المشاعر، ردود الأفعال، التنظيمات أو الجماعات الرسمية وغير الرسمية إلى آخره. يعني تلاحظ أن السلوك التنظيمي علم يشمل كل التفاعلات وردود الأفعال والمثيرات التي تتعلق بالأفراد الموجودين في كل المنظمات. هذا هو تعريف بسيط للسلوك التنظيمي. إذا كل ما يدور داخل المنظمة من علاقة عمل، وظيفة، عاملين، مكونات تنظيم، إنتاجية ورفع الكفاءة، والبيئة الداخلية والخارجية والتأثير على التنظيم، السياسات، الاتجاهات، المشاعر، ردود الأفعال، الجماعات الرسمية وغير الرسمية وتأثيرها على التنظيم وعلى الأرباح وعلى الاستمرارية وعلى التطور وعلى النمو، كل ده يختص دراسته السلوك التنظيمي.
بعد كده عندنا النقطة الثانية، مجال السلوك التنظيمي. ريتشارد ميتشل يرى أن مجال السلوك التنظيمي يغطي جانبين رئيسيين. السلوك التنظيمي في مجاله يغطي جانبين أساسيين. واحد، أسباب السلوك التنظيمي كأفراد وجماعات. ليه الأفراد بيتصرفوا بهذا الشكل؟ البيهيفير بتاعهم، السلوك بتاعهم كأفراد وجماعات داخل المنظمات بيتصرفوا ليه بهذا الشكل؟ نتيجة المسيرات تعرضوا ليها؟ ولا بشكل طبيعي؟ ولا تأثروا بحوافز؟ ولا تأثروا قدم قرارات وسياسات إلى آخره؟ الجانب الثاني، كيفية استخدام المعلومات لمساعدة الأفراد على أن أصبحوا أكثر إنتاجية ورضاء في منظمات الأعمال. يعني إيه؟ إزاي أنا نستخدم الثورة التكنولوجية الآن والمعلومات المتاحة للحصول على أكثر إنتاجية من العاملين، وبحيث هؤلاء العاملين يشعروا بالرضا في منظمات الأعمال. كلمة رضا يعني ساتيسفاكشن، يعني أنا أشعر بالانتماء والولاء لجمعيتي، وأنت لمنظمتك، وأنت لشركتك، وانت الهيئة بتاعتك. كل واحد فينا يقول لك دي مؤسستي، الجامعة بتاعتي، الكلية بتاعتي. خلي بالك، اذا كان لا قدر الله لا يشعر بالرضا عمره ما هيقول كده. اذا امتى احنا نستخدم فعلا التقدم الحديث وهذه المعلومات المتاحة وهذه الاشياء التي يمكن ان تجعل العاملين اكثر انتاجية واكثر رضاء في منظمات الاعمال من خلال ايضا دراسة السلوك التنظيمي. عندنا ايضا تطبيقات السلوك التنظيمي. تطبيقات السلوك التنظيمي، يرى ديفيز ان مصطلح السلوك التنظيمي يطبق بشكل واسع على تفاعل العنصر البشري من خلال جميع انواع المنظمات. يعني ايا كان نوع المنظمه، ممكن ادي مثال في الصحافه هنا يقول لك السلوك التنظيمي يهتم بدراسه سلوك الافراد داخل المنظمات الحكوميه فقط. مين قال لك؟ طبعا ده خطأ. مين قال لك داخل المنظمات الحكومية فقط؟ ده أنا بقول لك داخل الحكومية وغير الحكومية أيضا، صح ولا لا؟ داخل الحكومية وغير الحكومية أيضا، الأعمال التجارية والمدارس ومنظمات الخدمات، الشركات، المصانع، المؤسسات. إذن السلوك التنظيمي يدرس ويطبق بشكل واسع في تفاعل العنصر البشري في كل أنواع المنظمات. عشان كده زي ما قلت لك، لو قالك في الصح والخطأ إنه بيطبق على منظمة واحدة أو على شركة واحدة أو على قطاع واحد دون الآخر، يبقى الكلام ده خطأ. وأينما يحل الأفراد، يحل يعني إيه هنا؟ يعني أينما وجد الأفراد في أي مكان وفي أي زمان، مشاركين بعضهم البعض. خلي بالك، الأفراد ما ينفعش يبقوا موجودين مع بعض في حتة تفاعل، وإلا لا قدر الله تبقى كل واحد عايش في جزيرة لوحده. إحنا قلنا في بداية المحاضرة يمكن الماضية، قلت لكم لابد من العمل الجماعي، إزاي نتعود على العمل الجماعي؟ إزاي نعمل جروبات عمل وننتج كما يحدث في الدول المتقدمة؟ أنما يحل الأفراد مشاركين بعضهم البعض الآخر في شكل رسمي لتحقيق أهداف معينة. لذلك هناك تفاعل بين الأفراد والتقنية والهيكل التنظيمي. يعني ما نهي الكلام ده؟ الأفراد والتقنية والهيكل التنظيمي يمكن التفاعل. الفرد يتفاعل مع التقنية. والبناء الاستراكتر اللي عندي، شكل الهيكل التنظيمي اللي موجود عندي في المؤسسة أو الشركة أو المنظمة. كل هذه العناصر تتفاعل مع بعضها حينما يوجد الأفراد متفاعلين بعضهم البعض. مين اللي بينظم لي هذه القصه كلها ورتبها ويطبق عليها؟ السلوك التنظيمي. اذا هنا برضو لو خدنا سؤال صح وخطا مره اخرى، السلوك التنظيمي يطبق في كل المنظمات. لو جيت قلت لك منظمات الاعمال فقط او منظمات الخدمات العامه فقط او الاعمال الحكوميه فقط، يبقى العباره خطا. لكن لو عكست يبقى العباره صحيح. اذا خلوا بالكم، وانا عارف ان كلكم اذكياء ولله الحمد. إذا مما سبق يمكن القول أن عناصر السلوك التنظيمي أربعة. أقطاب، أجنحة السلوك التنظيمي. الأفراد، التقنية، الهيكل التنظيمي، البيئة العامة. العناصر الأربعة دي
ما ينفعش نقول انا عندي سلوك تنظيمي مؤسسه بدون افراد. ده احنا قلنا قبل كده واذكركم فقط لا غير، عناصر الانتاج كما درسناها قديما كانت اربعه، لكن دلوقتي قلت لك خمسه، اصابع اليد الواحده خمسه. كنا بنقولها زمان ارض وعمل وتنظيم وراس مال، ادي الاربعه. دلوقتي ارض وعمل وتنظيم، ويقول لك كمان وايه؟ وتقنيا، العنصر الخامس التقنيه اللي رقم اثنين عندنا هنا. لكن بامانه لابد نعرف انه لو قلنا حسب مدرسه النظم ان شاء الله ناخدها بعد كده في مدارس الاداره، انا بقول لك انه تعتبر كل شيء مدخلات ومخرجات، اول عنصر من عناصر المدخلات في الوقت الحاضر هو العنصر البشري، الافراد، اللي هو مجال حديثنا، مجال دراستنا، العنصر التنظيم. اذا الافراد رقم واحد، ثم التقنيه، العناصر الجديده اللي اصبحت عنصر دلوقتي، ادي عناصر من عناصر الانتاج المهمه جدا اللي بتميز دوله عن اخرى، وتميز شركه عن اخرى، وتميز مجموعه الافراد عن اخر عن اخرين. اذا التقنيه اصبح شيء مهم، اختراعات، الابتكارات، تقدم تكنولوجي الى اخره، وفي كل المجالات وفي كل الانشطه. العنصر الرابع الثالث، العنصر السلوك التنظيمي، هو الهيكل، الاستراكشر، البناء. وبناء الشركه عندي شكله ايه؟ هل بناء يساعد على تفاعل الافراد وتعامل مع التقنيه، ولا بناء سيء؟ بناء فيه انسيابيه وفيه حسن اتصال، ولا بناء مخنوق لا قدر الله فيه جلطه زي ما اتفقنا، فيه لا قدر الله مشكله في الاتصال ومخنوق. ثم ياتي بعد ذلك العنصر الرابع والاخير، وهو البيئه المحيطه، البيئه العامه هنا الداخليه والخارجيه، لها ايضا تاثير. اقول لك نعم، البيئه لها انعكاساتها وتاثيرها على السلوك التنظيمي لكل الافراد الموجودين في المنظمه او في الشركه، وبالتالي تتفاعل هذه العناصر الاربعه مكونه الاقطاب الاربعه للسلوك التنظيمي. في سؤال طرحناه في اول محاضره ايضا، ما هو الهدف من دراسه السلوك التنظيمي؟ انا قلت لكم ساعتها 10 نقاط لو تتذكروا في بدايه المحاضره الاولى، المحاضره التمهيديه. قلت لك بنهايه هذا المقرر يجب ان يكون الطالب عارف نقطه 2 3 4 من 1 لغايه 10. صح ولا لا؟ هنا انا بوجز هذه النقاط باجمال اكثر. انا بدرس السلوك التنظيمي عشان نحسن الاداء والانتاجيه، عشان نزود الفعاليه الاداريه والرضا الوظيفي، يبقى كلها اشياء ايجابيه. انا بدرس سلوك الافراد عشان نحسن ادائهم ونزيد من انتاجيتهم ونزود من فعاليتهم. قلنا الفعاليه هنا معناها ان انا ايه؟ بنتج الاشياء بافضل الطرق، او نقدم الخدمات بافضل الطرق واكفاها، وفي نفس الوقت باقل التكاليف وفي اقصر وقت ممكن. هو ده الفعاليه. لكن الكفاءه لوحدها معناها ننتجها انا كما يجب ان يكون، بحسن استخدام هذه الموارد المتاحه. ويؤدي ذلك ايضا الى ايه؟ زياده الرضا الوظيفي. أنا بالفعل لو تحسن أدائي وزادت إنتاجيتي وزادت فعاليتي وزادت الربحية وزادت العائد والحوافز التشجيعية والرواتب، يبقى في رضا وظيفي. ده أول نقطة. الهدف الثاني، إنجاز الأهداف المشتركة والمرغوبة للموظف كفرد وللمنظمة التي يعمل بها. إذا عاوز أقول لك هنا لازم تربط بين النقطتين الأساسيات. لا خلاف بين، يجب أن يكون عدم وجود خلاف بين اهداف الفرد واهداف المنظمه. انا ما بنحقق اهدافي وبنحقق في نفس الوقت اهداف المنظمه. المنظمه بتحقق اهدافها وانا في نفس الوقت بحقق اهدافي. اذا لابد ان تلتقي اهداف العاملين مع اهداف المنظمه بتاعتهم. سواء كانت هذه المنظمات حكوميه او خاصه. وبالتالي تحقيق اهداف المجتمع ككل. باول هدف بحسن الاداء والانتاجيه والفعاليه والرضا الوظيفي. الهدف الثاني، بنحاول بقدر المستطاع ننجز الاهداف الخاصه للافراد وللمنظمه، سواء كانت هذه المنظمات حكوميه او خاصه، بحيث نحقق في النهايه الهدف المرجو من هذه المنظمات، وهي تحقيق اهداف المجتمع.
النقطة الثالثة بشكل عام يهدف السلوك التنظيمي إلى قدرة زيادة قدرة رجل الإدارة والتنظيم على التعامل مع العميل. أنا بعرف المديرين وأدور مدورات عشان يعرفوا يتعاملوا مع الأفراد الموجودين عندهم. تحليل سلوكهم، التنبؤ به وتوجيهه بما يخدم مصلحة العمل في قطاع كذا. المدير الناجح الذكي يستطيع أن يعرف كل موظف عنده، إيه اللي بيحفزه؟ من خلال إيه؟ الدراسة، خلال التحليل، خلال التنبؤ. وأنا قلت لحضراتكم المدير زي ما خدته أعتقد في مباريات كثيرة قبل كده. وظيفته في الأساس إيه؟ توجيه سلوك الأفراد. تنسيق هذه الجهود بما يؤدي في النهاية لأهداف المنظمة. بالله عليكم أنا كمدير أو أنت أو أي حد فيكم أو أنت كمديرة في شركة أو مؤسسة تقدري توجهي سلوك الأفراد الذي تحت إمرتك إزاي؟ تحت سلطتك إزاي؟ في الإدارة بتاعتك إزاي؟ لابد تعرفي سلوكهم، تنبئي بيه، ثم توجهيه بما يخدم مصلحة العمل في العمل. ده أيضا الاهتمام الثالث بالنسبة للسلوك التنظيمي. عندنا نقطة جديدة، العوامل المتفاعلة في السلوك التنظيمي. أنا قلت لحضراتكم في مقدمة هذه المحاضرة عندنا نوعين من العوامل، الداخلية والخارجية. الكلام ده وضحناه بشكل واضح في البداية في الأربع محاور الأولى للمحاضرة. العوامل الداخلية اللي هي النفسية تتمثل في تأثيرها على السلوك التنظيمي، يمكن إجمالها في ستة نقاط، ستة عوامل. أول حاجة القدرة على التعلم. القدرة على التعلم لها انعكاس، واحد قادر على التعلم، واحد ينجز ويتقدم ويحصل على الدورة التدريبية وعلى شهادات ويبدع ويبتكر ويجدد. نعم، إذا القدرة على التعلم لها تأثيرها الواضح من العوامل النفسية الداخلية على السلوك داخل المنظمة. ثم الدافع أو الحافز، خلي بالك زي ما خدته قبل كده بس أذكركم أنا، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين والمؤمنين. أتصور كلكم عارفين في فرق بين الدوافع والحوافز. لو أنا جيت قلت لك بصراحة كسؤال صح وخطأ، هناك من يرى بعدم وجود فرق بين الدوافع والحوافز للأفراد داخل المنظمات أو في تأثير على سلوك التنظيم داخل المنظمة. العبارة خطأ. الدافعية motivation أشياء داخلية، أحاسيس ومشاعر، الدافع داخلي يكمن داخل الإنسان. أما الحوافز فهي أشياء خارجية قد تكون مادية أو معنوية تستخدمها الإدارة للتأثير على سلوك العمل. إذا لو أنت عندك دافع وعندك هدف سواء عمل نفسي أو داخلي، عشان كده قلت لك العوامل الداخلية. العامل الثالث هو الإدراك، معرفة الأشياء من حولك. كل واحد فينا يختلف إدراكه، عشان كده قلت لحضرتك هل الافراد، او قلت لو جيت قلت لك في عباره، ردود فعل الافراد تجاه المثيرات التي يتعرضون لها داخل المنظمه واحده؟ العباره صح ولا خطا؟ العباره خطا. مين قال لك؟ لانه كل واحد فينا ادراكه يختلف عن الاخر. فيه قرار معين كل واحد يفهمه بطريقته، بس لابد يكون الاختلاف لا قدر الله واسع في عمليه الادراك، والا بعد كده تتعدد الاراء تشرذم المنظمه وتضيع اهداف المنظمه في الاختلافات اللي احنا نعاني منها. أنا عاوز بالفعل يبقى فيه على الأقل نسبة الالتقاء أكثر من نسب الاختلاف كما اتفقنا في المحاضرة السابقة. أيضا عندنا المواقف والاتجاهات. كل واحد فينا له موقف، كل واحد فينا له رأي، له اتجاه، وهذا الموقف وهذا الاتجاه يؤثر على سلوكك تجاه ما يحدث داخل المنظمة. نعم. عندك ايضا العامل الخامس الاحباطات والعوائق. هو الاخذ يعني دلوقتي اي قرار يتخذ في المنظمه كلنا بيأثر فينا مش بدرجه واحده؟ لا، ممكن واحد ياخذ القرار ان ده مجد مجتهد ويؤدي الى تحفيزه، زادت انتاجه، زادت فعاليته. واحد تاني لا قدر الله يعمل عمليه احباط، اصيب بقلق، بتوتر، باجهاد، وصل عنده لا قدر الله الى احباط. واحنا عندنا محاضره على فكره تناول المؤثرات ده احنا قلناها وتعتبر يعني مشاكل يعاني منها العاملين، من ضمنها الاحباط. وده مرض، خلي بالك قد يؤدي الى الانعزال والاكتئاب
ايضا من المؤثرات الداخليه، ايضا عملت داخليه على سلطة التنظيم، اللي هي القيم، القيم، العادات، الثقافات، التقاليد، لها تاثير. لك نعم، كل واحد فينا زي ما قلت لكم قبل كده، عندما ياتي الى منظمه جديده يحمل معه مجموعه من القيم، قد تلتقي او تختلف مع قيم المنظمه حسب ما هو موجود بالفعل على ارض الواقع. بس يجب ان تكون اللجنه التي يتم من خلالها اختيار مثل هؤلاء الاعضاء الجدد، اللي هي زي ما قلنا المقابلات، الانترفيو، تختار الاشخاص الذين يقتربون كثيرا بقيمهم وثقافتهم وعاداتهم وتقاليدهم من اهداف وقيم المنظمه. ممكن بعد كده لو في اختلاف بسيط، ممكن بالتدريب، بالتعود، بالاجتماعات، باللقاءات، بالاحتكاك بين يعني القدامى والجداده والجدد، تزول مثل هذه الاختلافات. لكن ما تبقاش الاختلافات واسعه في القيم، والا بعد كده تضيع اهداف المنظمه، وده ما لا نتمناه ان يحدث في منظمات. اذا مره اخرى، العوامل الداخليه النفسيه التي تؤثر على السلوك التنظيمي داخل المنظمات هي القدره على التعلم. كل واحد فينا يختلف عن الاخر. الدوافع والحوافز التي يمكن ايضا ان تؤثر على السلوك التنظيمي لكل واحد فينا. الادراك الذي يختلف ايضا من شخص لاخر. المواقف والاتجاهات. الاحباطات والعوائق التي يتعرض كل واحد فينا لها، ورد فعل كل واحد فينا تجاه مثل هذه العوائق. ثم القيم وانعكاساتها واثرها الايجابيه او السلبيه بالنسبه للسلوك التنظيمي. هذه هي عوامل سته لابد ان نبقى عارفينها، وتسمى بالعوامل الداخليه واثرها على السلوك التنظيمي. الشق الثاني، العوامل الخارجيه الاجتماعيه، جايه من البيئه، خلي بالك، environment، socialization، التي تؤثر على السلوك التنظيمي. فهي اول حاجه ممكن البيئه اللي حواليك تعمل لك ضغوط، بريجر، ستريس. يجي واحد يقول لك والله ده انا مضغوط، لا عندنا ستريس لا يطاق. هو ده ما يتعرض له الشخص في المنظمه عنده، ضغوط تؤثر على سلوكه. يقول لك نعم، الضغوط اول حاجه. ثم نظام الحوافز، قلنا الحوافز تاتي من ايه؟ خلي بالك من البيئه الخارجيه. عشان كده العوامل الداخليه، اللي يقول لي في فرق او مفيش فرق، ده هنحط الدوافع ضمن العوامل الداخليه النفسيه، والحوافز ضمن العوامل الخارجيه. انا قلت لك من شويه، هل هناك فرق بين الحوافز والدوافع؟ نعم. السيفتيز تختلف عن موتيفيشن. الحوافز حاجه والدوافع حاجه. نظام الحوافز ده عباره عن مؤثرات زي ما قلنا، ماديه او معنويه او الى اخره، او خطابات شكر حتى، تستخدمها المنظمه للتاثير على سلوك الافراد. العامل الثالث الخارجي هو درجه الثقه. ويمكن العامل الاول اللي اكد عليه ويليام بوش، خلوا بالكم في تقدم المنظمات والمجتمعات، الثقه. رأسك. العامل الرابع تماسك الجماعه، خلي بالك، تفكك الجماعه، تفكك الاسره، تفكك المجتمع له انعكاساته السلبيه على انتاجيتهم، على تقدمهم، على رضاهم، على تقدمهم، على انتاجيتهم. اذا لابد ان تكون المنظمه متماسكه، مفيش فيها لا قدر الله نوع من الخلل او نوع من الانحراف، نوع من الاختلاف. لابد ان تكون الافراد الموجودين فيها زي ما قلنا كلهم زي ما بقول لك قلب رجل واحد. العامل الخارجي رقم خمسه الضوضاء، نويز. يعني ما ينفعش انا العمال عندي في مصنع تبقى فيه لا قدر الله سوء تهويه، فيه رطوبه عاليه، فيه درجه حراره عاليه، في مكان لا يرى الشمس بيشتغلوا تحت الارض، وفي مصانع كتير خلوا بالكم عافانا الله واياكم بتسبب امراض زي مصانع الاسمنت، مصانع الادويه، عديد من المصانع والشركات. انا بتكلم من صفه عامه عن التجمع الانساني والبشري اينما وجد، وده مجال حديثنا في السلوك. اذا درجه الضوضاء لها تاثير على السلوك، اقول لك نعم، رد فعل. العوامل الاجتماعيه الموجوده عندك، العادات والتقاليد والقيم لها انعكاساتها، اقول لك نعم، لها انعكاساتها على السلوك التنظيمي داخل المنظمه. ثم ياتي بعد ذلك العامل السابع والاخير، وهو الاجراءات والانظمه. ممكن انا اقول لك لا يوجد اختلاف في الاجراءات والانظمه في العديد او بين المنظمات المختلفه في اي مجتمع. العباره خطا.
الاجراءات والانظمه تختلف من منظمه لاخرى، ومن مجتمع الى اخر، ومن دوله الى اخرى، ومن زمان الى اخر داخل المنظمه الواحده. اذا اللي انا عاوز اوصله ليكم، الاجراءات والانظمه لها تاثير على سلوك الافراد داخل المنظمه او خارجها. اذا الله يرضى عليكم، عندنا نوعين من العوامل اللي بتاثر على السلوك التنظيمي، عوامل داخليه نفسيه، وشفنا 6 عوامل، عوامل خارجيه اجتماعيه وهي 7: الضغوط، نظام الحوافز، درجه الثقه، تماسك الجماعه، درجه الضوضاء، العوامل الاجتماعيه، الاجراءات والانظمه والقوانين واللوائح المعمول بها في كل منظمه. كل هذه العوامل الداخليه كانت او الخارجيه لها انعكاساتها الايجابيه او السلبيه في المنظمات لا قدر الله اللي هي، مش عاوز اقول الفاشله، في المنظمات التي لا تحقق ربحيه. هذه في هذه العوامل يكون تاثيرها سلبي، وبالتالي تؤدي لا قدر الله نتائج سلبيه على سلوك العاملين ثم تدهور هذه المنظمات. اما اذا كانت هذه العوامل يتم استخدامها بشكل ايجابي، يتم التغلب عليها، معالجه مثل هذه الضغوط ومعالجه مثل هذه العيوب، اذا هنا بنزيد من الانتاجيه، بنقلل من التعقيدات، بنقلل من لا قدر الله المؤثرات السلبيه في جو العمل وبيئه العمل، نخفف الى حد كبير من الاختلافات الموجوده داخل المنظمات، وبالتالي كل ذلك ينعكس بشكل ايجابي على السلوك التنظيمي داخل المنظمات وداخل المؤسسات. بعد كده عندنا مجموعه نظريات زي ما الجوانب النظريه للسلوك التنظيمي. اول نظريه عندنا النظريه السلوكيه بيهيفيرال اثري. بيهيفيرال ثوري معناه النظرية السلوكية، يعني إيه؟ إحنا قلنا في المحاضرة الأولى لينا، قلت لكم حدثت ثورة ريفوليوشن، الثورة السلوكية بيهيفيرال، بمعنى تركز على سلوك الأفراد، سلوك المنظمات، بالتالي هذا السلوك له انعكاساته على إنتاجية الأفراد، على كل ما يتعرض له الأفراد من منبهات حسية أو حركية، وبالتالي تؤدي إلى تحريك بعض الأفعال من أنماط سلوكية مختلفة. إذا الله يرضى عليك، النظرية السلوكية زي ما قلنا behavioral theory ده تنظر إلى الأنماط السلوكية للأفراد بأنها لا تنشأ لوجود دوافع داخلية للأفراد فقط، وإنما تكون ناتجة بسبب بعض المنبهات الحسية والحركية التي تؤدي إلى تحريك بعض الأفعال مما ينتج أنماطا سلوكية مختلفة. إحنا مش قلنا من شوية إن كل الأفراد بيتعرضوا للعديد من المنبهات والمثيرات داخل المنظمات بتاعتهم؟ قلنا نعم. وخلي بالك استجابة كل واحد فينا، كل موظف عندك، هل هي واحدة لهذه المنبهات وهذه المؤثرات سواء كانت حسية أو حركية؟ أقول لك لا. إذن هذه المنبهات الحسية والحركية تؤدي إلى تحريك بعض الأفعال مما يؤدي إلى إنتاج أنماط سلوكية مختلفة من الأفراد الموجودين داخل المنظمة. إذن هذه النظرية تركز على السلوك الناتج عن المنبهات والمثيرات التي تتعرض لها الأفراد. قلت لحضراتكم قبل كده إنه بالفعل كل شخص فينا تختلف استجابته لهذه المثيرات وهذه المنبهات. ليه؟ باختلاف القيم، العادات، التقاليد، الثقافه، الخبره الشخصيه، كل المقومات التي تكون من هذا الشخص او غيره. اذا كل هذه الاشياء لها انعكاساتها على رده الفعل التي يقوم بها اي شخص. النظريه الثانيه نظريه الرشد. ريشناليتي اوف مان. يعني عاوز اقول لك الرجل الحكيم، الرجل الرشيد. احنا قلنا قبل كده في المقدمة ان هذه النظرية ترى ان الانسان وصل لمرحلة عقلانية، يعني اصبح حكيم. عشان كده احنا بنقوله سن الرشد. يعني ايه سن الرشد؟ يعني معناه ان الانسان وصل 18 سنة تحمل المسؤولية، وبعض دول 21 سنة. خلوا بالكم مفيش فرق بين الرجال والسيدات، سن الرشد واحد بالنسبة للاثنين.
قدرة أتحمل المسؤولية، القدرة على العقلانية. عشان كده أي واحد فينا بيبقى 12 سنة يطلع الهوية بتاعته، البطاقة بتاعته، أصبح رجل مسؤول أو سيدة مسؤولة في المجتمع، أو أستاذ أو رجل أعمال أو سيدة أعمال إلى آخره. إذن هنا ترى هذه النظرية، إن الإنسان يمتلك قدرة ممتازة من الرشدانية، يعني العقلانية، يعني الحكمة، في تحديد واختيار أنماطه السلوكية. يعني هذه النظرية تفترض أن الإنسان بعد سن الرشد يتصرف تصرفات سلوكية حكيمة، عند القدرة على حسن الاختيار والتحديد، فهو يختار من أنماطه السلوكية ما يتناسب مع موارده. يعني ما نجيش أنا راتب 10,000 ريال ونقول والله أنا بصرف في الشهر 5,000 ريال، يبقى أنا عاوز عندي لا قدر الله عجز، أو نستلف أو نستدين 5,000 ريال، يبقى أنا سلوكي رشيد؟ لا. تصرفاتك تتناسب مع مواردك وممتلكاتك بالمنهجية التي يعتبرها ملائمة وفقا لتخيلاته وتصوراته. والإنسان الذي يبذل جهده وطاقته حتى يشبع أهدافه ويحققها بأكبر قدر ممكن. هذه نظرية الرشد. زي ما قلت لكم أنا مش عاوز أعرف كل شيء التفاصيل عن النظرية، نعرف المقصود منها إيه. إن تفترض هذه النظرية إن الإنسان بعد سن معين اللي هي سن الرشد يتصرف تصرفات حكيمة تتناسب مع موارده ممتلكاته بمنهجية تعتبر ملائمة إلى حد كبير لتخيلاته وتصوراته معرفته خبرته. لأن كل واحد فينا بيبذل جهده وطاقته عشان يشبع أهدافه ويحققها بأكبر قدر ممكن في حياته. هو ده خلاصة هذه النظرية ونظرية الرشد. عندنا بعد كده نظرية التحليل النفسي، اتكلم بها سيجمنت فرويد. فرويد ده صاحب هذه النظرية وعالم نفسي شهير، خدنا اعتقد نظريته في الوراثة وفي تطور العنصر البشري في الثانوية العامة، اللي كانوا علم علوم، الناس اللي كانوا علم في الثانوية العامة، يمكن اعتقد كل مرة تعلموا هذه النظرية، وقد تكون للأسف السعودية غير موجودة، بس احنا درسناها في كثير من الدول الأخرى. المهم صاحب هذه النظرية قسم السلوك الإنساني إلى قسمين، غريزة الحياة وغريزة الموت. وهذه الغريزة تتصارع غريزة الحياة مع غريزة الموت. أيوة تتغلب. يفترض أن غريزة الحياة تتعلق بالأفعال الإيجابية التي يقوم بها الإنسان. كل واحد فينا عنده حب الحياة، شيء طبيعي. غريزة الموت تتعلق بالأفعال العدوانية الناشئة عن الإنسان. كل واحد فيه زي ما قلنا جانب الخير وجانب الشر. إذا الإنسان وفقه ربنا إلى فعل الخير تغلب عنده الجانب الإنساني، جانب الخير على جانب الشر. لا قدر الله في حالة ما يكون إنسان شرير يتغلب عنده جانب الشر على جانب الخير. لكن ده استثناء من القاعدة. المفروض الإنسان خير الناس أنفعهم. بس خلي بالك في نقطة مهمة جدا أنتين عليها النظر. الأفراد اللي ممكن يجيلك في الصح والخطأ، هذه العبارة. الأفراد الذين يعيشون في مجتمعات تسودها المعايير والقواعد، يعني فيها ثواب وعقاب، يعني في مجتمعات منضبطة، مجتمعات متقدمة. سواء كانت هذه القواعد أو هذه المعايير سلوكية أو اجتماعية، فإن غريزة الموت أو جانب الشر لديهم سينتهي. العبارة صحيحة. إذن ليه؟ لأننا ممكن في مجتمع منظم، أي واحد فينا، أنت كسعودي وسعودية ومصر ومصرية، ساعة ما يروح بيئة فيها نظام بيبدع ولا لا؟ أقول لك نعم. المبتعثين والمبتعثات بيطلعوا من الأوائل. ليه؟ لأنه بيجد بيئة ملائمة، فيها معايير، فيها ضوابط، بيلتزم بيها، سكنت سلوكية أو اجتماعية، ويحافظ على نفسه. عشان كده تنتهي جانب الشر تماما عنده، يطلع من الاوائل. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. اذا بصفه عامه الله يرضى عليكم، المجتمعات التي يعيش افرادها وبها معايير وقواعد تطبق على الجميع، فان غريزه الموت لديهم قد تنتهي، تتلاشى. يعني جانب الشر عندهم يقل، مش هقول تنتهي كامل او مطلق، ولكن على الاقل تقل بقدر المستطاع. عشان كده زي ما قلت لكم قبل كده، حتى احنا مثلا بنقول دولة الظلم ساعة، أما دولة العدل فهي إلى قيام الساعة. وكلمة ساعة هنا يا إخواني وإخواتي مش معنى ساعة 60 دقيقة بتاعتنا.
ساعة يعني مجموعة من الزمن، فترة محددة من الزمن، قد تكون سنة، 2، 10، 20 إلى. لاحظ أن العدل يحول المجتمعات ويرقى بها، تستمر، تنمو، تزداد، تتطور. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، صدق الله العظيم. إذن المعايير والقواعد والمساواة كلها تؤدي إلى تحول غريزة الموت إلى أنها تنتهي، تتلاشى تقريبا في المجتمعات المتقدمة التي يسودها العدل وتسودها المعايير والانضباط. عندك نظرية جيشتالت. جيشتالت ده ركز في هذه النظرية على أن البيئة التي يعيش فيها الإنسان تتكون من مجموعة عناصر متداخلة. طبعا دي الحلوة. أي واحد فينا عايش في مجتمع معين، في بيئة معينة، بتحب مجموعة عناصر ولا لأ؟ نعم. هذه العناصر بتحدث فيها إيه؟ تغيير، اختلاف. إذا حصل تغير على هذه العناصر فإنها تؤدي إلى حالة عدم توازن. كل واحد فينا للأسف في أي مكان، في أي منظمة، في أي أسرة، في أي بيئة، في أي مجتمع، هذه العونة تختلف من وقت لآخر. ده بيؤدي إلى إيه؟ حالة من القلق والتوتر. أي واحد فينا بينه وبينك ساعة ما يتعرض لقلق أو توتر بيعمل إيه بقى؟ يحاول أن يفكر بمنطق عقلاني، وسيجري عمليات دراسة وبحث لكي يسلك سلوكا معينا حتى يخفف التوتر أو القلق الذي لديه. أي واحد فينا بتواجهه مشكلة بلغة بسيطة كده جدا بيعمل، يقول لك ابحث عن حل. بإيه؟ بعمل تبادل وتوفيق، ويسأل مخابة من استشار. نسأل الأقدم مني، ونسأل الأكبر مني، ونسأل أصحاب الخبرة، أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا عم جيشتالت هنا يرى أنه بالفعل الإنسان يتعرض لعدة عوامل داخل البيئة بتاعته، اختلاف هذه العوامل وتغيرها يؤدي إلى حالة من القلق والتوتر، لكن بالفعل الإنسان في هذه الحالة لابد أن يعمل دراسات ويسعى أن يجد مسلك ومخرج وسلوك معين يخفف فيه التوتر والقلق الذي لديه. هذه هي النظرية أيضا التي تتعلق في نظرية جيشتالت. نظرية السلوك الغريزي والإبداعي. تشير هذه النظرية إلى أن الإنسان يؤدي أعمال كثيرة ولكن بطريقة فطرية غريزية، تلقائي، وهذه الأعمال تأخذ بالتغيير والارتقاء. يعني بالفعل الأشياء التلقائية بيأديها الإنسان، لكن خلي بالك أول مرة ممكن أديها بشكل أقل كفاءة، المرة الثانية أحسن، المرة الثالثة أفضل، وهكذا. وده تصرف غريزي، غريزي. قلتلها المؤاخذة يعني مع الفرق في التشبيه، حتى بعض الحيوانات لو علمتها أشياء معينة مرة وتاني مرة يتعود بعد كده. القط يفتح الباب، الكلب ممكن يفتح الباب ويدخل ويشوف صاحبه يجيب لك حاجة، التعود. شفنا في السيرك القومي اللي بيدرب الأسود ويدرب الحيوانات، كثيرا أشياء أفعال نتيجة إيه؟ إنه بينمي فيه الغريزة الفطرية، السلوك التلقائي. يقول ماكتوغال بأن هذه الغرائز تتغير من حيث المثيرات، حيث تفقد طبيعتها الغريزية الفطرية وتستبدلها بمثيرات أخرى، والغرائز تتغير وتسمو إلى الارتقاء والتطور بشكل أكثر تنظيما. لازم كل واحد فينا يتغير ويرقى ويتطور بشكل إيه؟ أفضل، أكثر نظاما، من أجل إشباع رغبات الأفراد من جانب، ومواكبة المجتمع وبدء من جانب آخر. وبتلاحظ هنا العلاقة المتداخلة، إن كل واحد فينا يرقى بأسلوبه وطريقته عشان يزيد في إشباع رغباته، وفي نفس الوقت يواكب المجتمع. لو أنت تصرفت تصرفات للأسف لا تتناسب مع قيم وثقافة وعادات المجتمع، يبقى للأسف منبوذ. لابد أن يعدل من هذا السلوك ويغير ويرتقي به. وعشان كده سميت نظرية السلوك الغريزي والإبدال، إن نستبدل أنا السلوك اللي عندي ده الفطري بسلوك أكثر نظاما، أكثر ارتقاء، أكثر تطورا، بما يؤدي إلى زيادة الإشباع ويؤدي إلى موكبة المجتمع وبدء من جانب آخر. بعد كده عند النظرية الوجودية، ودي آخر نظرية عندي من هذا. طبعا حد يقول يعني ايه مذهب الوجوديه؟ حتى كمذهب
فلسفي موجود في العالم. انا اعتقد في ناس كثير عارفه، بس انا اذكركم فقط ليس إيه. المذهب الوجودي، هذه الفئه يوم نحن نقول عليهم لا قدر الله يعني الملحدين، لا يؤمنوا الا بما هو موجود امامهم. لو قلت له في خالق للكون يقول لك فينه، زي ما يقولوا جرجرين قائد او رائد الفضاء السوفيتي، اول رائد فضاء في الستينات ينزل على سطح القمر، الستينات من القرن الماضي 1960 او 62 نزل على سطح القمر وقال انا دورت على اله المسلمين يتكلموا عنه، ربنا ده ما لقيتوش، هو وجودي. لا يعرف اين وجود الله. اذا النظريه الوجوديه هنا تشير الى ان الانسان يبحث عن وجود له في الحياه، لان بيئته الاجتماعيه والاقتصاديه والسياسيه متغيره وبشكل مستمر، ويترتب على هذا التغير متطلبات جديده. يعني اقول لكم فكرهم الله يرضى عليكم بايجاز. الوجودين بيقولوا الحياه ما هي الا ارحام تدفع وارض تبلع ولا يفنين الا الدهر. يعني الموت. اذا الانسان هنا وفقا لهذه النظريه يبحث عن وجود ليه في بيئته الاجتماعيه والاقتصاديه والسياسيه. هذه البيئة طبعا بشكل متغير، وهم عارفين انها متغيرة وبشكل مستمر، ولكن يترتب على هذا التغير والطلبات الجديدة لابد ان يفعلها الانسان عشان يعيش، عشان ينمو، عشان يتطور. لكن في النهاية الحياة بالنسبة لهم ما هي الا ارحام تدفع وارض تبلع ولا يفنين الا الدهر. اذا هنا هذه النظرية ايضا ترى ان الانسان يتأثر بالبيئة الاجتماعية والاقتصادية، وهذه البيئة متغيرة وبشكل مستمر، يترتب على هذا التغير عدة متطلبات جديدة لا بد أن يفعلها الإنسان حتى يعيش في بيئة أكثر تقدما، أكثر نموا، أكثر ازدهارا، حتى وإن كان هذا هي أو حتى وإن كانت النظرة هذه النظرة الوجودية. آخر نقطة عندنا اليوم في هذه المحاضرة، علاقة السلوك التنظيمي بغير من العلوم السلوكية. وأنا قلت لحضرتك في المحاضرة الأولى وفي بداية هذه المحاضرة أن السلوك التنظيمي له علاقة كعلم بالعلوم الأخرى السلوكية والاجتماعية، وأنه منذ منتصف الخمسينات من القرن الماضي بعد الثورة السلوكية، بعد الثورة السلوكية حدث نوع من التعاون اللي هي احنا قلنا عليه علماء الغرب سموها كروس فيرتيبيشن، يعني التقصيب، هنقول عليها الاستفادة، نقول عليها التعاون، سميها كيف ما شئت، بين العلوم الاجتماعية وبعضها البعض. جاءت هذه المساهمات من العلوم الأخرى على مستوى الفرد اللي هي التحليل الجزئي مايكرو ليفل، والمجموعة وعلى مستوى المنظمات والمجموعات التحليل الكلي ماكرو ليفل، يبقى مايكرو على المستوى الجزئي وماكرو على المستوى الكلي. إذا هنا هذه العلاقة وهذا التأثير كان على المستوى الجزئي، وكان ايضا على يعني مستوى الفرد، وكان ايضا على المستوى الكلي اللي هي المجموعات الرسميه منها وغير الرسميه والمنظمات بشتى انواعها، زي ما قلنا الحكوميه ورجال منظمات الاعمال وقطاع الخدمات. اذا هنا انا هنشوف في هذه النقاط المتبقيه اهم الاثار التي استفاد منها السلوك التنظيمي من علم النفس، علم الاجتماع، علم النفس الاجتماعي، علم دراسة الإنسان اللي هي أنثروبولوجيا، ثم علم السياسة بوليتيكال ساينس. تعالوا كده نشوف بشيء من الإيجاز ما هو أثر علم النفس على السلوك التنظيمي. أنا قلت لحضراتكم في بداية المحاضرة علم النفس زي ما قلنا يهتم بدراسة وقياس وتفسير واحيانا تغيير السلوك الفرد من خلال نظريات التعلم، الشخصيه، الاتجاه، الحب، الكره، قبول الاخر. اذا مساهماته كانت على مستوى التحليل الجزئي. مساهمات علم النفس تعلقت بالفرد على التحليل الجزئي، وانا قلت لحضرتكم قبل كده انه بالفعل احد مكونات التقدم في الاداره اليابانيه بعد الثقه اللي هي ايه؟ الموده. اللي بلغتنا البسيطه عن المحبه. قبول الاخر، ان انا ازاي ما يبقاش عندي لا قدر الله حساسيه تجاه اي شخص في المجتمع. انا بصراحه من وجهه نظري اتصور الدين لله
الواحد الاحد والوطن للجميع. الوطن هنا اقصد العالم كله يا اخوان، مش السعوديه ولا مصر ولا، لابد ان تكون متسامح مع نفسك ومع الاخرين. ده الملك للمالك، الله هو خالق البشر. لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضه ما سقى الكافر منها جرعه ماء. ربنا هو اللي خلق ولا يحاسبه. اذا هنا تاثيرات علم النفس، التعلم والشخصيه والاتجاهات والادراك والحب والكره وقبول الاخر، كلها احيانا اشياء لها تاثير واضح على السلوك بالنسبه للفرد داخل المنظمه وداخل المؤسسه. وقد تكون هذه التاثيرات سلبيه او ايجابيه. اذا احسننا استخدامها وتغلبنا على الجانب السلبي منها واستفدنا من علم النفس ومن علماء النفس، يبقى انا نهذب وننظم هذه السلوكيات بما يؤدي الى تحسين سلوك الافراد وتغييره بما يؤدي الى زياده رفاهيه المجتمع وزياده الانتاجيه والركب بالنسبه للمصر. هذه اول علم من العلوم التي لها علاقه بالسلوك التنظيمي. علم الاجتماع يركز علم الاجتماع مع العزام الاجتماعي. الفرد جزء من الكل، طبعا الفرد جزء من النظام، جزء من المجتمع. يدرس الناس في علاقتهم بالاخرين من خلال المجموعات، التنظيم الرسمي وغير الرسمي، الهيكل التنظيمي، البيروقراطيه، الاتصالات، الاتفاقات، الاختلافات، القوه، العلاقات الى اخره. فاذا خلي بالك هنا في نقطه مهمه جدا، السلوك التنظيمي استفاد مما قدمه علم الاجتماع حول المجموعات. ما كناش نعرف يعني ايه مجموعات رسميه وغير رسميه. ما كناش نعرف يعني ايه خلافات ويعني ايه قوه بالنسبه للمجتمع. اذا احنا عارفين هذه المجموعات زي ما قلنا يجب ان تكون متجانسه. انا قلت لحضراتكم قبل كده الدوله شخص اعتباري يتكون من 5 عناصر. اذكركم فقط. العنصر الأول منها شعب، الشعب، الأفراد، القوة البشرية. بس خلي بالك عشان تبقى هذه الدولة قوية وتأثيرها جيد وفعالة ومنتجة ولها تأثير على مستوى العالم، لابد أن يكون هذا الشعب متجانس، مترابط، متماسك، يد واحدة. هو ده. إذن كل الأشياء التي تؤثر على السلوك التنظيمي وعلى المنظمات بشكل إيجابي من حيث المجموعات وأثرها والديمقراطية والاتصالات وكله والقوة أخذناها من علم الاجتماع. واستفدنا منه ولا لا؟ أقول لك نعم. بعد كده نتيجة التداخل بين علم النفس ومن علم الاجتماع ظهر عندنا علم النفس الاجتماعي، وده نتيجة الثورة زي ما قلنا إيه؟ السلوكية. منتصف القرن الماضي 1950. علم النفس الاجتماعي ده جمع بين علم النفس وبين علم الاجتماع. وايضا له تاثير، وخلوا بالكم كمقرر ده اخواني واخواتي يدرس في معظم الكليات النظريه عندنا في الجامعات المصريه. علم النفس الاجتماعي. يهتم هذا العلم بمعرفة كيف ولماذا يتصرف الأفراد في نشاط المجموعات بهذا الشكل. ليه الأفراد يكون سلوكهم بشكل معين؟ يهتم بقياس وفهم وتغيير الاتجاهات وأنماط الاتصالات وأنواعها وكيفية إشباع الحاجات الفردية عن طريق الجماعات. ليه أنا بعمل في مجموعة؟ ليه بنتمي الأسرة؟ بنتمي الكلية؟ بنتمي المجتمع؟ بنتمي الدولة؟ عافانا الله وإياكم انه في مجتمعات متشتته اللي احنا شايفينها للاسف والعديد من حولنا. اتمنى ان لا يحدث ذلك في بلادنا، ونسال الله العفو انه سبحان الله تجتمع تتوحد كل الدول العربيه وكل الدول ترجع الى رشدها وترجع مره اخرى قويه متماسكه. اذا هذا العلم ايضا اثر بشكل واضح على السلوك التنظيمي من حيث كيفيه تصرف الافراد في نشاطاتهم وقياس وفهم وتغير اتجاهات وانماط الاتصالات. كيف يشبع الفرد حاجاته من خلال المجموعه؟ انا بشترك مع مجموعه عشان احقق ذاتي، لانه
انت وحدك لا تؤثر في شيء. خلي بالك، واحد يقول لي انا ادير المنظمه، اقول له لا انت خطا. لو قلت انا اديرها مع زملائي من خلال مجموعه اقول لك نعم، لكن لوحدك اقول لك اسف. مهما كانت امكانياتك وقدراتك فهي ناقصه، عمرك ما تقدر تشيل انت او تشتغل 24 ساعه لمده عده يوم عده ايام، مستحيل. هذا ضرب من الخيال. انما الانسان فينا حقق ذاته بتفاعله واتحاده مع الاخرين. الاتحاد قوه، وربنا قال لنا واعتصموا بحبل الله. ده امر. اذا اعتصمنا بحبل الله سيدنا اصبحنا جماعات قويه، واصبحنا دول قويه، ورجع للدول العربيه الاسلاميه شان عظيم كما كانت منذ 14 قرن. خلوا بالكم، اجدادنا سادوا العالم نتيجه اتحادهم. لا كان عندهم اف 16، ولا كان عندهم بوارج، ولا طائرات نفاثه، ولا غواصات، بس كان عندهم ايمان. والايمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. هو ده، اني انا بثبت وجودي، بشبع حاجاتي من خلال الجماعه اللي انا بعمل معاهم، من خلال زملائي في العمل، من خلال اسرتي، من خلال مجتمعي، من خلال دولتي الى اخره. ايضا عندنا علم الانتربوليتي، وخلوا بالكم من هذا العلم. خلوا بالكم قوي من هذا العلم. علم الانتربوليتي هو علم الانسان. يهتم بدراسة الانسان في ضوء فكرة التداخل والتفاعل بين التطور الثقافي، قيم وعادات وتقاليد، والبيولوجي والبيئي والسلوكي والاجتماعي، دون التقيد بحواجز الزمان والمكان. يعني ايه الكلام ده يا حاج؟ يعني بيدرس الانسان في اي زمان واي مكان. بعباره اخرى، ندرس لما تقدمت مجتمعات وتخلفت اخرى. عندنا للاسف الغرب احيانا، وفي معظم الاحيان، يصفنا اننا شعوب ناميه. يمكن كلمه ناميه يعني ديفلوبمنت مهذبه شويه، بيقول علينا اندر ديفلوبمنت، دول متخلفة. اسمعوني في هذا الوصف، سمعوني، بس للأسف يقول أندر ديفلوبمنت، يعني الدول تحت خط الفقر، دول متخلفة. وبيربط أحيانا بين الجو الحار اللي عندنا وبين التخلف، مثلا عندنا التفسيرات الخاطئة. طب تيجي تقول له طب ما احنا من 14 قرن مضى كنا سادة في العالم، منذ آلاف السنين الحضارة اللي موجودة في العراق، بابل، والأشوريين، قانون حمورابي من 2100 قبل الميلاد، الاهرامات التي تم بنائها في مصر وما زالت حتى لا تتعدى الزمن 7000 سنه، وكان الجو حر كما هو. اذا مفيش علاقه بين المناخ الحار وبين التخلف والتقدم. لكن هناك تطور ثقافي، هناك تاثير بيولوجي، هناك تاثير بيئي سلوكي اجتماعي لك. اذا هذا العلم يوضح المحيط الحضاري للسلوك وأثر الثقافات على سلوك الأفراد والجماعات. ليه شعوب معينة تكون ثقافتها بشكل معين وشعوب أخرى تختلف ثقافتها بشكل آخر؟ يعني أضرب لكم مثل أكثر واقعية في الحرب العالمية الثانية. هتلر قائد الحرب العالمية الثانية وقائد الخراب في أوروبا سنة 1945 كان بيقول عبارة، يقول لك الجنس الآري الألماني هو أفضل أجناس الأرض. يعني أعطوا الألمان شحنة جعلتهم يغزو العديد من دول العالم على اعتبار أنهم أفضل الأجناس في الأرض، وأن هم السادة، ويجب أن تكون كل الدول عبيد ليهم. إذا ده، هذا المنطق، هذه الثقافة كان لها انعكاسها، وضيعت ألمانيا. قسمت ألمانيا إلى دولتين، العاصمة بتاعتهم برلين، كان في حاجة اسمها السور الذي يفصل بين ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية. ألمانيا الشرقية تبع الاتحاد السوفيتي يعني الشيوعية، وألمانيا وبرلين الغربية تبع أمريكا يعني رأسمالية. بس خلوا بالكم، هذا السور الفاصل بين شقي برلين انهار سنة 90 وتوحدت ألمانيا، لكنها لم ترجع كما كانت حتى اليوم. رغم احنا تصورنا بعد انهيار سور العازل في مدينة برلين أن ألمانيا ترجع هي القاطرة التي تسحب خلفها كل الدول الأوروبية، لكن ما زالت ألمانيا حتى هذا او هذا اليوم ما زالت تعاني من بعض المشاكل، لكن افضل كثيرا من الانقسام اللي كان موجود فيه. اذا هنا عاوز اقول لكم
هذا العلم يبحث تطور الإنسان، أثر الحضارة والثقافة على سلوك الأفراد والجماعات، مما سهل فهم السلوك والتنبؤ فيه. يعني الراجل اللي بيدرس الحضارة تطور الإنسان لدى أي شعب يعرف إن الشعب ده متقدم ولا متخلف، يعرف الشعب إن كان ده مسالم ولا كان عدواني، نتيجة إيه؟ دراسة هذا العلم، ولذلك سمي علم الأنثروبولوجيا أو علم الإنسان. إذا انعكاس الأنثروبولوجيا على السلوك التنظيمي كان واضح وبشكل جيد، وممكن يبقى فيها سؤال بالنسبة لهذه العبارة. آخر علم عندي وآخر نقطة في المحاضرة اليوم هو علم السياسة. قلت لحضرتك قبل كده إننا الهدف الأساسي من الأنظمة الموجودة عند الإنسان هو الرقي بالمواطن، الرقي بالإنسان. علم السياسة يهتم بدراسة سلوك الفرد والمجموعات في البيئة السياسية، مدى تأثر الفرد كعنصر عناصر التنظيم بالبيئة السياسية المحيطة به وتأثيره فيها. بس خلي بالك، قال لك إيه بقى؟ تأثير متبادل. يعني إيه؟ يعني الفرد يأثر في البيئة ويتأثر بها، بالتأكيد غالبا، بالتأييد غالبا، أو أو المعارضة أحيانا. أي واحد فينا يتمنى من الدولة تفتح على كل شيء من خلال إيه؟ السياسات والقرارات اللي احنا بنقول عليها مخرجات النظام السياسي. كل واحد فينا عاوز الدوله تكحله تصبح دوله رفاهيه مش دوله ايجابيه. في فرق بين دوله الايجابيه اللي هي بوزيتيف ستيت بتأدي الحاجات الضروريه الاساسيه، لكن دوله الرفاهيه اللي هي ويلفر ستيت ده اللي احنا عاوزينه. بيتحقق ذلك من خلال ايه؟ من خلال القرارات والسياسات والوعي السياسي، تحقيق العداله، التاثير الايجابي في المجتمع، تحقيق النظام، الثواب والعقاب. وكل ده زي ما قلت لك المؤسسات موجوده كلها عشان ترقى الانسان نفسه. اذا كل ده ينعكس على سلوك الفرد ولا لا؟ اقول لك نعم. اذا هناك علاقه واضحه واكيده بين علم السياسه والسلوك التنظيمي. اذا كانت هذه التاثيرات ايجابيه تؤدي الى زياده الترابط والتماسك والانسجام وزياده الانتاجيه والربحيه وتقدم وازدهار المؤسسات، ولا قدر الله والعكس تؤدي الى الانهيار والانحلال او الخروج من السوق. اذا هنا لابد نبقى عارفين اثر علم السياسه، ودايما بالتاكيد كل واحد فيهم، بس غالبا اذا كانت التاثيرات ايجابيه بيبقى التاييد اكبر، لكن في كل مجتمع في تاييد وفي معارض، بس المعارضه هنا لابد ان تلتزم براي الاغلبيه. ده في النظم الديمقراطيه، خلوا بالكم النظم الاساسيه الصحيحه، مش كل الناس راضيه عن الانظمه السياسيه بتاعتها، لان زي ما قلت لك طموحات الانسان لا حدود لها. انا عاوز الدوله بتاعتي تعمل لي كل حاجه، كل كبيره وصغيره تعمل هي الدوله بتاعتي، صح ولا لا؟ تجيب لي وظيفه، تعمل لي سكن كويس، تعمل لي طرق، مياه صحيه، امن، تمثيل خارجي، كل الاشياء، تعليم، تامين، كل طبعا مطلوب منك. نعم، بس خلي بالك، هل توجد دولة على مستوى العالم أيا كانت، دولة متقدمة أو دولة نامية إسلامية أو غير إسلامية، تستطيع أن تلبي كل حاجات أفرادها؟ أقول لك لا. حتى هذا اليوم اللي إحنا بنقول لك ليه؟ لأنه ده يتوقف على إمكانيات الدولة، قدراتها، دخلها، مستواها المعيشي، وغالباً غالباً حاجات الافراد زي ما قلنا قبل كده، وهناخد ان شاء الله عندنا فصل كامل يتحدث عن الحاجات وانواعها متجدده ومتعدده ولا تنتهي. عشان كده ما يقدرش يجي انا في مجتمع معين او في دوله معينه اقول لك والله انا النهارده لبيت كل مطالب الافراد عندي، لكن انا العبره عندي بالغالبيه. والغالبيه هنا تحسب في العلوم الاجتماعيه ب 75% فاكثر او ب 70% فاكثر. وعلى الاقليه ان تلتزم براي الاغلبيه، مش معنى كده لا قدر الله نقضي على الاقليه او نتخلص منها، اقول لك لا. المجتمعات الديمقراطيه الراسخه الصحيحه يجب ان تحتوي كل الاجناس وكل الجماعات. احنا لسه قايلين من شويه الدين لله والوطن للجميع. يعني في اي مجتمع عندك تلقى تعدد. بس خلي بالك الغالبيه فيهم ايه؟ الغالبيه راضيه عن النظام، يجب الاقليه تلتزم بذلك. لكن ما ينفعش لا قدر الله اقول لك الاقليه دي لا نتخلص منها او ننفيها او نبعدها عن الدوله.
هذا غير صحيح، لأن حكم الحياة هي موجودة معاك، وحكم الحياة لابد نتفاعل معاها، وحكم الحياة لازم نحتويها. إذن هنا كل ما يقدمه علم السياسة لنا في المجتمع بالنسبة للفرد أو المنظمة أو المجتمع ككل أو الدولة له تأثيره الواضح، وهنا التأثير متبادل بين الفرد وبين المجتمع وبين المنظمة وبين أيضا كل الأفراد في تفاعلاتهم داخل هذه المنظمات أو خارجها. دي كانت أهم النقاط الأساسية اللي أنا حبيت أغطيها في محاضرة النهاردة. أعتقد بإذن الله تعالى إن إحنا كده استوفينا المحاضرة الثانية. بإذن الله تعالى أتمنى نشوفكم في المحاضرة الثالثة بإذن الله الأسبوع القادم. جزاكم الله خيرا وشاكر لكم حسن الاستماع، ونراكم على خير، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.